شاء الله أن يخلق على وجه الأرض موجوداً يكون فيها خليفة ويحمل أشعة من صفاته تعالى وتسمو مكانته على مكانة الملائكة، ثم أمر تعالى آدم وزوجه أن يسكنا الجنة. قال له: يا آدم، أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. شاء الله أن يسكنه الجنة، وهي روضة خضراء موفورة النعمة في هذا العالم وخالية من كل ما يزعج آدم. ثم رأى آدم نفسه أمام أمر إلهي يقضي بعدم الاقتراب من الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكان الشيطان أبى إلا أن ينفذ قسمه في إغواء آدم وذريته، فطفق يوسوس لآدم ووعده وزوجه. وللوصول إلى هذا الهدف، رأى أن أفضل طريق هو أن يستغل حب الإنسان ورغبته الذاتية في التكامل والرقي في الحياة الخالدة، وليوفر لهما عذراً يعتذران ويتوسلان به لتبرير مخالفتهما لأمر الله تعالى ونهيه. ولهذا قال لآدم وزوجته: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. من أجل أن يحكم قبضته ويعمق وسوسته في روح آدم وحواء، توسل بالأيمان المال التدليل على أنه يريد لهما الخير، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. آدم عليه السلام كان واقفا على أسرار الخلقة، علم الأسماء، وكان يعد معلم الملائكة، وإذا استطاع الشيطان أن ينفذ فيه فإن ذلك لم يكن بسبب جهله، بل استغل الشيطان صفاء نيته وطيب نفسه. وبمجرد أن ذاق آدم وزوجته من تلك الشجرة الممنوعة، تساقط عنهما ما كان عليهما من لباس، وانكشفت سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بمجرد أن ذاقا من ثمرة الشجرة الممنوعة، أصيبا بهذه العاقبة المشؤومة. وفي الحقيقة، جردا من لباس الجنة الذي هو لباس الكرامة الإلهية لهما، فجاءهما نداء من الله تعالى يقول لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فأخرجا من الجنة حيث الراحة والهدوء وعدم الألم والتعب والعناء على إثر وسوسة الشيطان، وصدر لهما الأمر الإلهي بالهبوط: اهبطوا، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يمكن مرحلة مكوث آدم في الجنة كانت مرحلة تحضيرية لعدم ممارسة آدم عليه السلام للحياة على الأرض وصعوبة تحمل المشاكل الدنيوية بدون مقدمات. ومن أجل تأهيل آدم لتحمل مسؤوليات المستقبل ولتفهيمه أهمية حمل هذه المسؤوليات والتكاليف الإلهية في تحقيق سعادته، ولإعطائه صورة عن الشقاء الذي يستتبع إهمال هذه التكاليف، ولتنبيهه أيضا بالمحظورات التي سيواجهها على ظهر الأرض. وكان من الضروري أن يعلم آدم عليه السلام بإمكان العودة إلى الله بعد المعصية، فمعصية الله لا تسد إلى الأبد أبواب السعادة أمامه، بل يستطيع أن يرجع ويعاهد الله تعالى أن لا يعود لمثلها، وعند ذاك يعود إلى النعم الإلهية. ينبغي أن يعرف آدم عليه السلام أصدقاءه وأعداءه، كانت هذه مقدمات تأهيلية يحتاجها آدم وأبناء آدم في حياتهم الجديدة، وهذه الدروس لكل بني آدم. ويشهد بهذا القول في الآية الكريمة: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما.